el conjunto de esta va a permitir. Complex numbers. Okay. Ah,
اصر ان انا اجمع عيال عليه ويقبلنا يعني مثلا انا اللي بايدي هقدر اعمل الكلام ده كل مره اجي اجمع مثلا 400. فالكلاسز دي ممكن تسهل عليا ازاي؟ ممكن انا اجي كده اعمل كلاس، الكلاس ده اسمه كومبلكس، واجمع فيه كل الفانكشنز اللي ممكن احتاجها عشان اتعامل مع ارقام كومبلكس واستعملها وخلاص. اي وقت بقى محتاج اعرف رقم كومبلكس اعرف الكومبلكس كذا عرفت الرقم اللي انا عايزاه خلاص. فدي فايده ان انا يبقى عندي حاجه اسمها كلاسز، ان هي بتجمع لي كانها مش بتجمع لي كانها بتخليني اقدر اعمل يوزر ديفايند فايل، والاوبريشنز اللي تقدر تتعمل على الفايل الجديد اللي انا عملته ده. واضح الفكره كده؟ طيب عشان بقى نتعامل مع السترينجز دي از كلاس واقدر استعمل الفانكشنز بتاعته، فاكيد اول حاجه لازم انكلود. وبقت بسهولة جدا لو انا عايزة اعرف حاجة انها string هكتب string s1 s2 وهكذا، فبقى عندي كأن بقى عندي تايب جديد اسمه string. التايب ده عشان اقدر استعمله لازم ابقى عاملة include للتايب variable. طيب لو انا عايزة اصاين حاجة للstring ده هعمل ايه؟ بكل بساطة بكتب ان s1 ده بيساوي الحاجة اللي انا عايزة كده، اس واحد ده بقى ايه؟ بقى جواه كلمه كمبيوتر. طيب ايه هي الاوبريشنز بقى اللي انا ممكن احتاج اعملها على الفايل اللي اسمه سترينج ده؟ ايه هي الاوبريشنز اللي ممكن ابقى محتاج اعملها؟ اكيد محتاج مثلا اقراه. عشان اعرف اقراه هعمل ايه؟ في طريقتين، يا اما بالسي ان العاديه خالص سي ان اس واحد، أو الطريقة الثانية اللي هي إيه؟ جيت لاين سي إن وإس واحد. إيه الفرق بين الاثنين دول؟ إيه الفرق بين إن أنا لو عملت سي إن لإس واحد ولو أنا عملت جيت لاين سي إن؟ إس واحد. مش فاهم؟ الأول بيطلع إيه؟ بس كده؟ بالظبط كده. هنا سي ان اس واحد لو انا مثلا عامله كده، لو انا مدخله سي ان اس واحد هياخد ايه؟ هياخد كمبيوتر بس لحد لما بيلاقي سبيس، يعني هو بيقعد ياخد الحاجه اللي انا مدخلاها لحد ما بيلاقي سبيس. لكن جيت لاين بتاخد لحد ايه؟ لحد ما بتلاقي نيو لاين انتر، يعني هيفضل ياخد كل اللي انا بكتبه بالكيبورد لحد ما ادوس انتر. ده الفرق بين الاثنين. طيب تاني حاجه كنت محتاج اعملها على السترينجز كانت ايه؟ تجيب اللينس بتاعك مثلا، فهنا انا معرفه اسمها ان هو سترينج، تمام؟
سنوات. دلوقتي اللي قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها بلس، تمام؟ البلس ده ان شاء الله لما تروحوا ثالثه كده هتبقوا طبعا هتقولوا اللي بتكتبوا البلس دي. المهم يعني لحد ما نوصل لثالثه. فالبلس ده بيبقى بيعمل ايه؟ بيعرف الاوبجكت او الداتا تايب اللي هو عايز يعملها، وبيعرف شويه فانكشنز، تمام؟ والفانكشنز دي اللي هي زي الانس او زي حاجه اسمها انسيرت، اي حاجه، كل الفانكشنز اللي احنا هنتعامل بيها النهارده، تمام؟ عشان استعمل فانكشن من الفانكشنز دي هعمل ايه؟ لازم الاول يبقى عندي اوبجكت من الكلاس ده، وده اللي احنا عملناه من السطر ده، ان احنا عملنا اوبجكت من الكلاس ده. اس واحد دي بقت اوبجكت من الكلاس، فطالما اس واحد دي اوبجكت من الكلاس يبقى انا اعرف استعمل كل الفانكشنز اللي موجوده في الكلاس ده. طيب عشان بقى استعمل الفانكشن اللي موجود في الكلاس ده هعمل ايه؟ بقول الاوبجكت دوت الفانكشن بتاعت الايه؟ بتاعت الموجوده في الكلاس ده. فكده كأنه بيقول الناس بتاع الاوبجكت، اي حاجه بتاعت الحاجه اللي الاوبجكت كده بتاعت. لا دي ده لازم تبقى فانكشن عشان هي فانكشن. لا لو الفانكشن دي كاركتر فمش موجوده في الرقم، لكن لو الفانكشن ما لهاش that time.
طيب ايه تاني؟ ايه تاني فانكشن موجوده؟ حاجه اسمها سواب. السواب دي بقى بتعمل ايه؟ لو انا عملت كده اس 1 دوت سواب واديتها اس 2 فدي كده هتعمل ايه؟ هتبدل اس 1 واس 2. فلو كان اس 1 في الكمبيوتر واس 2 لوجيك بعد الستيتمنت دي لما بتنفذ هتبقى ايه؟ اس 1 هي اللوجيك واس 2 هتبقى هي اللي ايه؟ الكمبيوتر. واضح؟ حد عنده مشكلة؟ طيب ايه تاني موجود في الكلاس اللي هو السكريبت ده؟ عندي فانكشن جوه الكلاس ممكن تعملي ايه؟ ممكن استعملها عشان ادور على سكريبت جوه السكريبت ده او ادور على كاركتر جوه سكريبت. يعني ده ممكن يبقى سكريبت او كاركتر، مش لازم يبقى كلمه كامله، ممكن يبقى حرف بس. طيب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ او بتريتست ايه؟ بتريتست الاندكس اللي لقيت فيه الكلمة دي. يعني هنا لو احنا بنبدا العدد من زيرو، يعني لو دي زيرو 1 2 3 4 5 لما اعمل اس 1 وفاين لوجيك فهي كده هتريترن ايه؟ 5. اول حرف لقيت عند الزيرو هتريترن ايه؟ هتريترن الاندكس اللي لقيت فيه الكلمة دي. هي لقيت الاندكس فين؟ زد في 5. ما هي سبيس عندها دي 1 2 3 4 5 تمام. فهي كده هتبتدي ايه؟ هتبتدي هنا 5. طيب دي لو انا مستعمله الفانكشن اللي اسمها فاين، في فانكشن ثانيه اسمها ريفرس فاين ار فاين. الريفرس فاين دي بقى بتعمل ايه؟ بتبدا تدور من العدد من اخر الستريم مش من اول الستريم. فهنا هتلاقي اللوجيك هتلاقي اي واحده؟ هتلاقي دي اللي هي هتبقى في اندكس 22. فدي هتبقى اندكس 22 ودي هتبقى 5. طيب نعم هي بتدور من هنا بس العدد عادي من اول هنا اول الستريم هيفضل هنا عادي خالص. انت لو قعدتي بقى تعدي لحد ما توصلي للاند دي هتلاقي ان انت بقيت طيب لو انا عملت اس 1 دوت فاين وكتبت حاجه مش موجوده في السكرين ده، لو بدور على حاجه مش موجوده في السكرين ده فهتبتدي ايه هنا؟ هتبتدي ناقص 1 تمام؟ يبقى لو الحاجه موجوده وبستعمل فاين فهي هنا هتدور على اول حاجه او مش سوري مش هتدور على اول حاجه هتبدا تدور من اول هنا. لو ريفرس فاين فهي هتبدا تدور من اول هنا. لو الحاجه مش موجوده سواء فاين او ار فاين هتريترن ناقص 1. طيب تعالوا ناخد اكزامبل كده بسرعه على الكلام ده. طيب خلاص ركزوا معايا في الحته دي. هنا سواء فايند او ار فايند كنت بديها ايه؟ بديها الحاجه اللي انا عايز ادور عليها بس. طيب ايه اللي هيحصل بقى لو كان في اكتر من يعني نفس الكلمه اللي انا بدور عليها اقول اكتر من مره فكده هي هتتكتب مره واحده بس. هنا في الاكزامبل ده او في المثال اللي انت بتكتبوه دلوقتي ده هو هنا عايز ايه؟ عايز يدور على كل السبيسز اللي موجوده في الكلمه. على كل السبيسز يبريت كل السبيسز اللي موجوده جوه السبيس ده. فلو انا كتبت فايند بس كده هيطلع لي دي خلاص. نعمل ايه بقى؟ فايند دي ليها ارجيومنت تاني ممكن تاخده. يعني انا ممكن هنا اقول لوجيك واديها الاندكس اللي انا عايز ابدا ادور من عنده. فايند ممكن تاخد اتنين بارامترز، لو انا اديتها بارامتر واحد بس فكده هو هيفهم ان انا البارامتر ده هو السترينج اللي انا عايز ادور عليه. لو انا اديتها سترينج واديتها
الناس اللي هيبقى يدور من عنده. يعني انا هنا لو اديتها لوجيك واديتها 6 فهو كده هيبدا يسيرش من اول فين؟ من اول ما يدرس رقم 6. حد فاهم حاجه؟ يبدا يسيرش من اول الاندكس اللي انا مديه له. دي مش معدي يعني ايه؟ دي هو 6 ده كان اول واحد. طيب بجيب بقى المعلومه دي تقولي البرنامج اللي هيدور على كل السبيسز اللي موجوده في في السترينج ده. كل مره يقول ان هو لقى سبيس في الاندكس رقم كذا، لقى سبيس في الاندكس رقم كذا.
طلع من ورا عشان اشوف اصلا فيه في سبيس ولا وابدا ادور من بعد اسفل لو دخلت جوه الماي يساوي كده لو هي اكتر بي اول واحده اي بي فايند بي بيساوي اس 1 بي فايند هو الموضوع تمام مش هيخش جوه الموضوع لا هي نفذت بتاعت الزيرو في الاول هجيب اول واحده بس مش هيخش تاني في الموضوع تاني ايه اول شرط مش متحقق ايه اول شرط مش متحقق طيب الاول بتاع ال بضيف على السترينج
ايه؟ بضيف على السترينج. بتحط بتعمل انسيرت، هي بالظبط اللي اسمها بتعمل انسيرت. الانسيرت دي بقى بتاخد ايه؟ نفس الكلام، بتاخد انبوتس وبتاخد السترينج اللي انا عايزه اعمله انسيرت. بتاخد انبوتس وبتاخد السترينج اللي انا عايزه اعمله انسيرت. فهنا مثلا لو انا مديها السترينج اس واحد بالمنظر ده وجيت قلت لها اس واحد انسيرت ستة و فهي هتقعد ايه؟ هتقعد تمشي لحد ما تلاقي الانتكس رقم 6 وتحط فيه الكلمه او السبرينج لاند زي ما هي. ففاينل كده الاس 1 هتبقى ايه؟ هتبقى زي هناك كده فيرست اند سكند. واضح كده؟ طبعا مش كل يعني الكلاس اللي هو السبرينج ده فيه فانكشنز اكتر من كده كتير جدا. يعني انتوا لو رحتوا كده تدوروا على جوجل على الكلاس اللي هو الاسم سبرينج ده هتلاقوا كمية فانكشنز كتيرة جدا أكتر من اللي احنا قلناها دي كتير. وكل فانكشن بقى بتلاقي هو قايل لك البارامترز بتاعتها ايه والريتيرن بتاعها ايه وبتستخدمها ازاي وهكذا. تعالوا بقى نكلم مسألتين كده عشان تشيل على الكلام ده. طيب هنا عايزين بقى نعمل ايه؟ ممكن تكتبوا بقى انتوا بقى ده برنامج عايزين نعمل برنامج يقرا مين الاسم الاسامي دي ديفايند از اري اوف سترينجز وبعد كده ايه؟ ادخله الاسم ويدور هل الاسم ده موجود في الاسامي اللي انا في الاسامي اللي هي عنده ولا لا؟ عشان كده بقى في حاجه اسمها ايه؟ structure. الستراكشر دي بقى بتعمل
بقيت بجمعها كل الايكو اللي انا مختارها لكل طالب من الطلبه دي. فكده لو انا عملت اوبجكت من الاستراكشر ده كل اوبجكت من الاوبجكتس دي هتبقى ليها تلات معلومات الاي دي والنيم والسكور. زي ما انتم شايفين كده ال اسمه ايه ده الزيتس بتاعه استراكت ده الكي وورد اللي بتعرفني ان انا هعمل استراكشر يعني، وبكتب اسم الاستراكشر اللي انا عايزاه، وبعد كده بكتب ايه بكتب الممبرز بتاع الاستراكشر ده. هنا انا عشان عايزه انت وستريك وفلوت فعملت الكونسيبت ده. لو احنا عايزين كولوجي وانتجر، لو احنا عايزين كولوجي وفلوت وات ايفر بقى انا عايزه ايه بالظبط على حسب كل البروبلم الممبرز دي هتبقى مختلفه. الفرق الوحيد في السنتكس هنا ان بعد اخر ميمبر السيمي كولون بتبقى بره البراكت مش جوه. تمام؟ طيب هنا انا عرفت ان هيبقى فيه داتا تايب اسمها ستراكشر، والستراكشر ده هيبقى فيه ميمبرز اسمهم كذا وكذا وكذا. عشان بقى يبقى عندي اوبجكت من الستراكشر ده واعرف استعمله واحط فيه واخزن فيه ارقام وهكذا، هبقى عايز اعمل ايه؟ لازم اعمل اوبجكت من الايه من الاستراكشر ده. كده الاس واحد دي اوبجكت من الاستراكشر ده زي ما كنت بعمل كده انت اكس. الاكس دي نوعها ايه؟ نوعها انتجر. هنا الاس دي نوعها ايه؟ نوعها استراكشر ستودنت. فالاس دي هيبقى ليها ثلاث حاجات اي دي ونيم الصور. طيب عشان نعمل initialization لكل حاجة من الحاجات دي نعمل ايه؟ هتبقى لو انا عايز اكتب ال ID بتاع student هتبقى s واحد دوت ID ويساوي اتنين. دي معناها ايه؟ معناها ان ال ID بتاع s واحد قيمته اتنين. تمام؟ s واحد دوت اتنين equal و all the string. فكده ال name بتاع اس واحد اسمه واحد اس واحد دوت سكور خمسة ونص مثلا اي حاجة فلوس. تمام؟ فكده بعمل initialization لايه؟ لكل member من الممبرز بتاعي في الاستراكشر ده. واضح كده؟ في حد مش فاهم؟ طيب تعالوا نتكلم عن الموضوع. طيب هنا المسألة عايزة ايه؟ هنا المسألة بتقول عايزين نعمل structure، والـ structure ده هيبقى اسمه fraction. وقال لك ان الممبر بتاع الـ structure ده هتبقى اثنين انتجر، واحد نحط فيه اثنين نمبرين وواحد نحط فيه نمبرين. بذكر المقام يعني. وبعد كده قال لك اعمل عرف اثنين fractions واقراهم من اليوزر واعمل فانكشن بتمالتيبلاي الـ two fractions دول